تعرف ان تصميم تجربة المستخدم واحدة من اهم التخصصات المنتشرة في الوقت الحالي في العالم، وان 93% من المدراء التنفيذيين حول العالم بينظروا لتحسين تجربة الاستخدام لمنتجاتهم كواحدة من اهم القرارات الاستراتيجية، وان بحلول عام 2050 هيكون في اكتر من 100 مليون مصمم تجربة استخدام. اليو اكس ديزاين هيتعلم ايه هو اليوزر اكسبيرينس ديزاين، ايه هو اليوزر سنتريك ديزاين، ازاي نفهم احتياجات اليوزر بجد، وازاي نخليها متناسبه مع اهداف البيزنس. كمان هنتعلم ايه هي ديزاين بروسيسز، وجوه كل ديزاين بروسيس هنتعلم الديزاين ميثودز والاكتيفيتيز المختلفه في اليو اكس ديزاين، وازاي تستخدمها بشكل فعال عشان تقدر توصل لبرودكت ناجح. بنهاية الكورس هتكون قادر ان انت تتعرف على كل الخطوات اللازمة اللي هتحتاجها عشان تقدر تطبقها في مشاريعك الحقيقية واللي تبني بيها البورتفوليو الخاص بيك، وانك كمان تتعاطف بشكل كبير مع اليوزر وتساعده ان هو يتناسب مع اهداف البيزنس وتساعد البيزنس ان هو يكسل في السوق. الكورس مش مصمم لليو اكس بروفيشنال، لكن مصمم جدا لحد لسه بيبتدي او حابب يتعرف على اليو اكس ديزاين ان ديب. ويلا بينا نبني ديجيتال برودكتس الناس هتحب تستخدمها.